تتخبط لائحة القوات اللبنانية في دائرة بعلبك الهرمل بمهب رياح حاصل انتخابي يتظاهر يوما بعد يوم صعوبة تأمينه، مما يجعل من مقعد أنطوان حبشي مهددا. هذا الواقع تعزده موجة الانسحابات الشيعية التي منيت بها لائحة بناء الدولة، مع إعلان كل من رامز أمهز وهيمن مشيك الانسحاب لصالح لائحة حزب الله أمل التيار، وسط حديث عن انسحاب مرشح شيعي ثالث وقد يخرج بنفسه بالساعات المقبلة ليعلن الانسحاب الرسمي، علما أن أوساطا مطلعة رجحت أن يرتفع عدد المرشحين المنسحبين الشيعة من لائحة بناء الدولة لأكثر من 3. كل هذا تضاف إليه حادثة إطلاق النار التي حصلت أمس لتفرقة الحشود خلال إعلان رئيس لائحة بناء الدولة عباس الجوهري برنامجه الانتخابي في البقاع. الحاصل بهذه الدائرة هو 18,706 أصوات، بلغ هيك 2018. ماذا أخذ النائب أنطوان حبشي؟ 14,858 صوت. هلا يلي كان واضح مرة الماضي انه تيار المستقبل شارك بحوالي 10,000 صوت من الحواصل يلي اجوا على اللائحة، وفي كمان كان مرشح المرشح يحيى شمس يلي اخذ 6,158. لكن معركة الامس بالنسبة لحبشي لا تشبه معركة اليوم بشيء، فتيار المستقبل عزف وشمس لم يترشح. هالمرة احجم تيار المستقبل عن المشاركة واحجم يحيى شمس عن المشاركة، يعني إذا بدك اللائحة يلي حظيت بمقعدين هذيك المرة، هالمرة خسرت 16,600 صوت أو 17,000 صوت تقريبا. أوكي، إضافة لهذا الشيء اليوم صار في انسحابات، يعني انسحب أول شيء أيمن مشيك ورامز أمهز من هيدي اللائحة. وقت يصير في هيك انسحابات وكأنه هناك عمل لإفشال اللائحة من قبل القوى يلي عم بتواجه هذه اللائحة، وأكيد أنه عناصر تنجيح اللائحة عم يتسقطوا واحد وراء الثاني. يعني أهم شيء أنه ما عندك يحيى شمس وما عندك تيار المستقبل. وبعد عزوف المستقبل وشمس، فالتعويل راهنا على أصوات حليف سني بعرسالة مدعوم ومرشح من الرئيس فؤاد السنيورة هو زيدان الحجيري، علما أن حراك السنيورة لا يلقى تأييدا في شارع المستقبل السني. العبرة أنه في حليف كمان اسمه زيدان حجيري، وهو نعم، مدعوم رئيس السنيورة من عرسال. إذا هالمرشح استطاع أن يستقطب أصوات قدامى تيار المستقبل براحة، فسيكون لهذه اللائحة ولوصول أنطوان حبشي حظ كبير في الانتخابات المقبلة، وإذا لا لن يكون أنطوان حبشي فائز. يعتمد كل الموضوع على قدرة استقطاب قدامى تيار المستقبل من خلال المرشح زيدان حجيري. بس قدامى تيار المستقبل عم تحكي عنه، يعني ما انهم كثير محبذين لحراك فؤاد السنيورة اللي هو داعم للمرشح السني، صح ولا غلط؟ ما بقدر أكد لك، بس في 10,000 صوت جابوا تيار المستقبل وفي قوة كبيرة اسمها يحيى شمس مش موجودين هالمرة. هي بالموجة اللي بتخلق آخر أسبوع هي بتحدد نتيجة فوز أنطوان حبشي أو لا. كل هذه العوامل قد تدفع باتجاه سيناريو محتمل يضمن فوزا صافيا لحزب الله أمل بالحصول على المقاعد 10 مكتملة، إلا إذا نجح الحليف السني برفد حبشي بالأصوات المطلوبة التي قد تؤهله لضمان حاصل يدخله مجددا جنة البرلمان.